يوم 4 مارس من سنة 2000 سوني أطلقت ثاني جهاز منزلي لها وهو البلاي ستيشن 2 في الأسواق اليابانية، ومن ذيك اللحظة بدأ أكثر جيل وجهاز للألعاب نجاحا حتى الآن في تاريخ الألعاب. مر على الجهاز الآن 20 سنة، وخلال هذه السنوات هذا الجهاز أعطانا ألعاب ما ننساها مثل Metal Gear 3, God of War و GTA San Andreas. شاركونا بالتعليقات بأفضل الألعاب لكم على هذا الجهاز العظيم. الألعاب فيها كثير من المايكرو ترانزاكشن الغريبة والجشعة، واللعبة اللي بنتكلم عنها اليوم وصلت المايكرو ترانزاكشن فيها إلى مستوى جديد من الطمع. شركة تكمكوي مع لعبتهم Dead or Alive 6 خلوا الناس يدفعون مقابل لتغيير لون شعر الشخصيات. مثلا بغيت تغير لون شعر شخصية معينة، لازم أول تروح تشتري تذكرة، وهذه التذكرة سعرها دولار واحد. والشيء اللي ضحك في الموضوع، لما تشتري اللون المعين هذا ما يعني إنك تملكه، فإذا غيرت لون شعر شخصية معينة وتبي ترجع للون الأول لازم تدفع مجددا. في بداية هذا السنة كنا في لوس أنجلوس وجربنا لعبة فالورانت من تطوير فريق رايت جيمز. اللعبة هي لعبة تصويب من المنظور الأول، فيها طور 5 لاعبين ضد 5، وتتميز اللعبة بتقديم شخصيات مختلفة، وراح تثبت على الشخصية اللي تختارها طول المباراة. وفي القتال راح تتناوبون أنتم والفريق المنافس على الدفاع والهجوم. اللعبة خليط من بين أساليب اللعب في كاونتر سترايك وطورها المشهور ديموليشن، وأيضا نظام الشخصيات بمهارات مختلفة من أوفر واتش. إذا تبون تقرون انطباع مفصل عن تجربتنا راح تحصلون رابط انطباعنا تحت في الديسكريبشن. لعبة الأكشن المشهورة بلودبورن اللي عمل عليها كل من فريق فروم سوفتوير واستوديو سوني الياباني تعتبر واحدة من أفضل ألعاب هذا الجيل، وعشاق هذه اللعبة متعطشين للعب جزء ثاني. للأسف طلع كلام بأن فروم سوفتوير جالسين يشتغلون على أكثر من مشروع، لكن الجزء الثاني من لعبة بلودبورن مب من ضمن هذه المشاريع، وإذا راح يطورون جزء ثاني فما راح نسمع عنه في أي وقت قريب. مسرب الأخبار الموثوق أستاتكس جيمر سرب لنا معلومات عن ألعاب كابكوم، وقال أنه في هذه السنة المالية كابكوم جالسة تحضر لإطلاق 4 ألعاب ضخمة. 2 من هذه المشاريع هي لعبتين ريزيدنت إيفل، وواحدة منهم هي طبعا ريزيدنت إيفل 3. برضو في لعبة خامسة لكنها ما تعتبر لعبة ضخمة. هذا الكلام يحمس. لو كان الخيار لكم، وش هي الألعاب اللي تبون تشوفونها من كابكوم؟